هنا التحديات والانطلاقات أيضا تتواجد في هذا المسار، والانطلاق المتميز لهذا الشوط الاستثنائي الذي يندفع اندفاع متميز لهذا المسار، الانطلاق المتميز لهذا الشوط الذي لا يقل أهمية من بقية الأشواط مع شوطنا الثالث وأول التحديات. هناك شعار الباهي محمد بن حمد بن سالم الدرعي، هنا يتواجد شعار بالسالومي نعم على المركز الأول والصدارة الأولى والانطلاق الرئيسي. المركز الثاني شعار راعي حير يتواجد على ثاني المراكز، هناك مع عجائب أو وبرة أحمد بن حميد بن سالم الدرعي، راعي حير يتواجد على ثاني الانطلاقات وثاني التحديات المتميزة لهذا الشعار العملاق. المركز الثالث هناك انطلاق مع انتحار راشد بن سلطان سالم الدرعي يتواجد مع انتحار على ثالث المراكز. والمركز الرابع ظن هناك حمدان بن سالم بن ناصر الدرعي على المركز الرابع. هذه المراكز الذي بدأت بالانطلاق والتحديات الرباعية المتميزة لهذا الشعارات العملاقة التي صالت وجالت وسطرت حروفا من ذهب. هذه الشعارات الذي بدأت بتدشين هذا المسار الذي أيضا انتزعت في يوم الأمس العديد من النقاط المتميزة. شعار بالسالومي الذي انتزع في يوم الأمس الشوط الأول والرئيسي يتواجد أيضا في هذا اليوم لينتزع نقطة لا تقل على أهمية عن يوم الأمس، هنا مع شعار وانطلاق متميز مع انطلاقة هنا هذا الشعار الباهي محمد بن حمد بن سالومي الدرعي على المركز الأول والصدارة، يبحث عن نقطة متميزة، يبحث عن توقيت زمني ممتاز لهذا اليوم. ولكن شعار راعق حير الإنتاج المتميز الإنتاج الممتاز أيضا يتواجد بهذا النوعية الفريد الذي حضرت في يوم الأمس بهذا الشعار العملاق بأربع نقاط، ويتواجد في هذا اليوم مع سنة اللقاية بانطلاق متميز بانطلاق وبرة أحمد بن حميد بن سالم أو حمد بن حميد نعم بن سالم راعق حير الدرعي على المركز الثاني. الثنائية ممتازة والانطلاقات متميزة وانتحار يا أبو سلطان راشد بن سلطان بن سالم الدرعي انتحار على المركز الثالث بانتحار وانطلاق متميز. ولكن هناك الباهية على الصدارة على المركز الأول بلا تعليمات بلا أوامر. شعار بسالم يتواجد على المركز الأول، شعار بالسالوم يتواجد على الصدارة الأولى، وشعار أيضا هناك راعق حير وأيضا الانطلاق والاندفاع من الجانب الآخر. انتحار انتحار انتحار، هذه اللي هي انتحار. خلك في الشوط انتحاري يا أبو سلطان، يا أبو سلطان انتحاري هذا المسار. الله 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 الله، انتحار انتحار راشد بن سلطان بن سالم الدرعي. الله انتحار والباهية، الباهية وانتحار، انتحار والباهية، الصراع النهائي، الصراع الثنائي، الباهية انتحار، الباهية انتحار والباهية. ما شاء الله الدخول الجماعي المتميز لهذه الشعارات العملاقة ما بين الباهية ما بين انتحار راشد بن سلطان بن سالم الدرعي والباهية حمد بن محمد بن حمد بن سالومي الدرعي صاحبة المركز الأول. هنا نحيلها إلى أعضاء خط النهاية حابلة انتحار نعم صاحبة المركز الأول راشد بن سلطان بن سالم الدرعي. الله أسعد الله صباحك يا أبو سلطان على هذا الفوز والانتصار. الباهي أيضا ما قصرت بالانطلاق محمد بن حمد بن سالومي الدرعي على المركز الثاني. هنا شو أرقى كم سجل هنا التوقيت الزمني الذي رافق هذه الأصائل بأربع دقائق 58 21 جزء من الثانية، أربع دقائق وثمانية وخمسين 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.